السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ هل أنتم مستعدون لتعلم حرف عربي جديد؟ هذا رائع. صوت حرف اليوم مع السكون هو العين الساكنة. عيدوه معي. هيا لنكرره معا مع الحركات القصيرة. مع الفتحة ع عسل. ع عسل. إذن مع الفتحة ع عسل. مع الضمة ع عصفور. ع عصفور. أعيد مرة أخيرة. ع عصفور. مع الكسرة ع عنب. ع عنب. ع عنب. إذن ع عنب. أحسنتم يا أبطال، هيا لنكرره مع المدود الطويلة. ع نعامة. ع نعامة. إذن ع نعامة. عي سعيد. عي سعيد. عي سعيد. أنتم رائعون، لقد تعلمتم حرفا عربيا جديدا وست مفردات. الآن قولوا لي ما هو لون الكلمة التي تحتوي صوت الحرف الجديد. عنكبوت، نملة، فراشة. عنكبوت، نملة، فراشة. أحسنتم يا أبطال، إنه اللون الأزرق. أنتم رائعون، والآن من يستطيع حل لغز اليوم؟ مكان نربي فيه الحيوانات ونزرع فيه أنواعا كثيرة من الأشجار والنباتات. اسم هذا المكان يحتوي حرف العين، فما هو؟ اكتبوا الإجابة في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة المزيد. إلى اللقاء، دمتم في أمان الله.